بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعزائي طلاب الصف الثاني الثانوي ومقررات، معاكم الأستاذ طه مسعود من مدارس الملك عبد العزيز النموذجية بتبوك. نكمل مع بعض يا شباب الفصل السادس الهيدروكربونات والكيمياء العضوية. بعد ما درسنا الدرس الأول والثاني والثالث، الآن معادنا مع الدرس الرابع وهو بعنوان متشكلات الهيدروكربونات. تعالوا مع بعض نتعرف على الفكرة الرئيسية والأهداف والمفردات الجديدة. الفكرة الرئيسية في هذا الدرس: لبعض الهيدروكربونات الصيغة الجزيئية نفسها، ولكن تختلف في صيغتها البنائية. أما الأهداف فعندي في هذا الدرس ثلاثة من الأهداف. إن شاء الله بنهاية هذا الدرس نستطيع أن نميز بين الفئتين الرئيسيتين للمتشكلات اللي هما البنائية والفراغية، نعرف نميز بينهم كويس، ونفرق بين المتشكلات الهندسية ذات البادئة سيس والبادئة ترانس، ونستطيع في نهاية الدرس أن نصف الاختلاف البنائي في الجزيئات التي تنتج عن المتشكلات الضوئية. في بعض المفردات اللي هتعامل معها في هذا الدرس مثل المتشكلات البنائية، المتشكلات الفراغية، المتشكلات الهندسية، الكيريالية، ذرة الكربون غير المتماثلة، المتشكلات الضوئية، الدوران الضوئي. قالوا مع بعض يا شباب نعرف يعني ايه المتشكلات. كلمة متشكلات يعني ايزومرز. ايزومرز يعني بعض الهيدروكربونات لها نفس الصيغة الجزيئية ولكن تختلف في الصيغة البنائية، مثل التوأمان. مع التشابه التام بين التوأمين الى ان لكل واحد منهم شخصيته المستقلة. طب ايه انواع الايزومرز او المتشكلات اللي هتعرض لها في درس اليوم؟ عندي حاجة اسمها المتشكلات البنائية، وعندي حاجة اسمها المتشكلات الفراغية. دول اتنين اساسيين. من المتشكلات الفراغية بينتج عني متشكلات هندسية ومتشكلات ضوئية. تعال نبدأ بالمتشكلات البنائية اللي اسمها structural isomers. المتشكلات البنائية هي عبارة عن اثنان او اكثر من المركبات لها الصيغة الجزيئية نفسها ولكن تختلف الصيغة البنائية. زي ايه كده؟ تعال نشوف مثال. عندي مركب زي اللي قدامي ده. ده مركب الصيغة الجزيئية له C5H12، البنتين خمس ذرات كربون سلسلة مستقيمة و12 ذرة هيدروجين مرتبطين بالذرات الخمسة الكربون. هل يا ترى في شكل بنائي تاني اعرف ارسم بيه خمس ذرات كربون و12 ذرة هيدروجين؟ تمام، هو ده. دي سلسلة مستقيمة، دي سلسلة متفرعة. سلسلة متفرعة فيها ذرة الكربون ديت مرتبطة بكم ذرة كربون؟ بثلاثة. تمام؟ فالصيغة البنائية اختلفت، ولكن إذا عدينا عدد ذرات الكربون عليهم خمسة وعدد ذرات الكربون 12، يعني هي الصيغة الجزيئية. فهنا الاسم اختلف، كان هنا اسمه بنتان علشان هي سلسلة مستقيمة، هنا سلسلة متفرعة، أطول سلسلة مستقيمة فيها أربع ذرات كربون وفيها مجموعة ميثيل على ذرة كربون رقم 2 فسميناه 2 ميثيل بيوتان. كذلك في طريقة ثالثة أستطيع أن أرسم بها شكل بنائي نفس عدد من ذرات كربون وعدد ذرات هيدروجين بهذا الشكل، ثلاث ذرات كربون في خط مستقيم وذرتين كربون بهذا الشكل. يعني ده أقدر أسميه 2 و2 ثنائي ميثيل بروبان. تمام؟ يبقى هنا خمس ذرات كربون 12 ذرة هيدروجين، خمس ذرات كربون 12 ذرة هيدروجين، خمس ذرات كربون 12 ذرة هيدروجين، متفقين جميعا في الصيغة الجزيئية، ولكن الصيغة البنائية زي ما انت شايف اختلفت. ولما اختلفت الصيغة البنائية لاحظ في عندي مديني هنا درجة غليان لهذا المركب 36، ودرجة غليان لهذا المركب 28، ودرجة غليان لهذا المركب 9 درجات سيليزية. إذا هذه المركبات مشتركة في الصيغة الجزيئية C5H12 ولكن مختلفة في الصيغة البنائية، وبالتالي اختلفت بعض الخصائص بتاعتها. لاحظ اختلاف درجة الغليان. إذا نستطيع أن نقول المتشكلات البنائية structural isomers هي اثنان أو أكثر من المركبات لها نفس الصيغة الجزيئية وتختلف في الصيغة البنائية. بالنسبة للمتشكلات البنائية أستطيع أن أرسم كم متشكل بنائي للمركب الواحد؟ ده بيختلف على حسب اختلاف عدد ذرات الكربون. ففي المثال السابق كان في خمس ذرات كربون، استطعنا نرسم ثلاثة متشكل بنائي.
بيقول لي هنا كلما زاد عدد ذرات الكربون في الهيدروكربون زاد عدد المتشكلات البنائية المحتملة. يعني انا لو عندي الكان في 7 ذرات كربون ممكن ارسم له كام؟ 9 متشكلات بنائية. يبقى يوجد 9 الكانات ذات الصيغة الجزيئية C7H16. طب كلما زاد عدد ذرات الكربون هيزيد عندي عدد المتشكلات البنائية المحتملة. طيب يبقى 5 قدرنا نعمل لهم 3 متشكلات، 7 اللي ممكن تعمل 9. طب تخيل لو عندي 20 ذره كربون مرتبطين ب 42 ذره هيدروجين، استطيع ان اكون كام متشكل بنائي؟ اسرح بخيالك كده، ممكن تشكل كام؟ 10 20 100، لا شوف الرقم ده، 300,000 متشكل بنائي يحمل الصيغه C20H42. تخيل. يبقى كلما زاد عدد ذرات الكربون في الهيدروكربون كلما زاد عدد المتشكلات البنائيه المحتمله. انا ما بقولكش احسب عدد المتشكلات، لكن بقول لك يعني كلما زاد عدد ذرات الكربون بيديني احتماليه اكثر في ان يكون عدد كتير من المتشكلات البنائيه. ننتقل الى النوع الثاني في المتشكلات وهو المتشكلات الفراغيه ستيرو ايزومرز. المتشكلات الفراغيه من اسمها كده هيرتبط بايه؟ بالشكل الفراغي، بشكل المركب، شكل الجزيء. فبنعرف المتشكلات الفراغية بنقول هي متشكلات ترتبط فيها الذرات بالترتيب نفسه لكن يختلف ترتيبها الفراغي، يعني الاتجاهات. الحقيقة يوجد نوعين اتنين من المتشكلات في هذا النوع، شكلات فراغية، احداهما في الالكانات اللي فيها رابطة احادية. لاحظ كده، دي ذرة كربون وذرة كربون مرتبطين مع بعض برابطة احادية الالكانات. لاحظ هنا ذرة الكربون دي حرة الحركة، حرة الدوران، تستطيع أن تدور، وهذه الأخرى تستطيع أن تدور في أي اتجاه من الاتجاهين. يعني الرابطة الأحادية دهيت لا تمنع ذرة الكربون من الدوران، بعكس النوع الثاني اللي هو في الألكينات اللي في الرابطة المزدوجة. في الرابطة المزدوجة ذرة الكربون المرتبطة مع ذرة الكربون الأخرى برابطة مزدوجة لا تستطيع الدوران، ذرات الكربون ثابتة في موقعها، احتمالية الدوران معدومة. هنا بقى بيظهر عندي متشكلات من نوع جديد في المتشكلات الفراغية. يبقى هنا الفرق الأساسي ما بين متشكلات فراغية في الألكانات والألكينات موضوع إيه؟ إمكانية الدوران في الألكانات وعدم يبقى الفرق الأساسي في المتشكلات الفراغية في الألكانات والألكينات إمكانية الدوران في ذرة الكربون في الألكانات و عدم احتمالية أو عدم إمكانية الدوران في ذرة كربون في الكينات. تعال نشوف كده مثال للمتشكلات الفراغية. لو عندي مركب اسمه 2-بيوتين، 2-بيوتين يعني إيه 2-بيوتين؟ 2 ديت ترمز لإيه؟ لموقع الرابطة المزدوجة، يعني بين ذرة الكربون 2 و3. أدي هنا هرسم سلسلة هيت، أدي 1 2 3 4، 4 ذرات، وهنا الرابطة المزدوجة. تمام، برسمه بالشكل ده، نموذج الكره والعصا كده، او بالشكل البنائي اللي انت شايفه ده. لاحظ هنا ذره كربون وذره كربون بين رابطه مزدوجه، هنا ذره كربون عليها 3 ذرات كربون هيدروجين، وهنا ذره كربون عليها 3 ذرات هيدروجين. في شكل تاني ممكن ارسمه بنفس عدد ذرات كربون نفس عدد ذرات هيدروجين، تمام هو ده. ما بدل يكونوا ذرتين كربون الاثنين دول في اتجاه واحد، لا، واحده هتبقى في اتجاه والاخرى في الاتجاه المقابل اللي هو بالشكل ده. وهنا برضو نفس الرابطة المزدوجة بين الكربون 2 والكربون 3، يعني ده اسمه 2-بيوتين وده اسمه 2-بيوتين، ولكن الفرق بينهم نفس ترتيب ذرات الكربون 1 2 3 4، 1 2 3 4، ذرة كربون عليها 3 ذرات هيدروجين، ذرة كربون عليها 3 ذرات هيدروجين، وبعدين رابطة ذرة كربون رابطة مزدوجة مع كربون، بنفس الترتيب هو هو، ولكن ايه اللي اختلف هنا؟ اختلف الشكل الفراغي. شايف الشكل ده؟ ذرة كربون مرتبطة مع ذرة كربون برابطة مزدوجة، هنا مجموعة ميثيل، هنا مجموعة ميثيل، تمام؟ إنما هنا ذرتين كربون دول في اتجاه واحد، هنا مجموعة ميثيل مجموعة ميثيل في اتجاه واحد، وهنا في اتجاهين إيه؟ اتجاه مختلف. بسمي هذا النوع من المتشكلات الفراغية سيس وترانس. سيس اللي هم ذرتين كربون في اتجاه واحد، وترانس ذرتين كربون الطرفيتين في اتجاهين مختلفين. يبقى لاحظ موقع مجموعتين الميثيل بالنسبة لذرتين الكربون مرتبطين بالرابطة المزدوجة. هل يمكن تتحول من صورة أخرى؟ يعني هل ممكن أحول ده إلى ده؟ إحنا قلنا هنا انعدام إمكانية الدوران، يعني ما أقدرش آخد ذرة الكربون دي وألفها كده بحيث تبقى دي، لأ ما ينفعش، ولا ديت ألفها لفوق بحيث تبقى هنا،
يمكن استحاله دوران في حاله وجود الرابطه المزدوجه، فلا يمكن ان يحول من سيس الى ترانس ولا من ترانس الى سيس. فالوضع ده هو بسميه ترانس 2 بيوتين، والوضع ده بسميه ايه؟ سيس 2 بيوتين. لاحظ الاختلاف هنا من سيس لترانس، درجه الانصهار كام هنا وكم هنا، ودرجه الغليان كام هنا وكم هنا، مع انهم نفس الصيغه الجزيئيه ونفس ترتيب ذرات الكربون، الى ان الموضع سيس له خصائص والموضع ترانس له خصائص. تمام؟ بسمي هذا النوع يا شباب من المتشكلات الفراغيه متشكلات هندسيه. اذا استطيع ان اقول المتشكلات الهندسيه هي متشكلات ناتجه عن اختلاف ترتيب المجموعات واتجاهها حول الرابطه الثنائيه. تمام؟ بينشا عندي في الترتيب الهندسي دوت بعض الاختلاف في الخصائص. اختلاف الترتيب الهندسي يؤثر في اختلاف خصائص المتشكلات الفيزيائيه زي درجات الانصهار ودرجه الغليان زي ما شفنا كمثال. وتختلف المتشكلات الهندسيه برضه في بعض خصائصها الكيميائيه. يعني اذا كان مركب ده نشط بيولوجيا زي في حاله الادويه، كان المتشكلات سيس وترانس تاثيرات مختلفه وواضحه جدا، يعني ممكن يكون واحد منهم نافع والتاني ضار. تمام؟ يبقى اذا كان نشط ايه؟ نشط بيولوجي. ديت المتشكلات الهندسيه. تمام؟ تعال ننتقل الى حاجه جديده، حاجه ثانيه اسمها الكيرياليه، كيرياليتي. الكيرياليه هي خاصيه توجد في الجزيء لما يكون الجزيء له صورتين اثنين، واحده تشبه صوره اليد اليمنى والاخرى تشبه صوره اليد اليسرى. طبعا انت ايديك الاثنين، ايدك اليد اليمنى واليد اليسرى منطبقين على بعض، منطبقين على بعض. لما تحط واحده جنب الثانيه كده تلاقي كان كل واحده صوره في المرايه للثانيه. لما احطهم على بعض كده الابهام على الابهام والخنصر على الخنصر فتنطبق على بعض، انما لما تحط جنب بعض كده فيبقوا مختلفين. فانا عندي لو عندي جزئين اجي ارسمه الاقي هذا الجزيء له صوره ثانيه نفسها بالضبط ولكنها كانها صوره في المراه، فبسمي ديت خاصيه ايه؟ كيرياليه. العلماء وجدوا ان حمض الترتريك اللي هو الشكل اللي قدامي دهوت له صوره ثانيه اللي هي ديت، لما اجي ارسمها كانني رسمت جزيء او حطيت مرايه وهذا الجزيء صوره بالمراه للاخر، فبسمي واحد دي والثاني ال. دي وال. كثير من المواد الموجوده في المخلوقات الحيه زي الاحماض الامينيه المكونه البروتينات تتمتع بهذه الكيرياليه او الخاصيه الكيرياليه. واضح يا شباب؟ يبقى انا عندي اشكال بلورات متشابهه لصوره اليد اليمنى مشابهه لصوره اليد اليسرى. ننتقل الى نوع اخر وهو المتشكلات الضوئيه اوبتيكال ايزومرز. اوبتيكال ايزومرز او المتشكلات الضوئيه هي متشكلات فراغيه، هي في الاصل متشكلات فراغيه ناتجه عن الترتيبات المختلفه للمجموعات الاربع المختلفه والموجوده على ذره الكربون نفسها. زي ايه؟ تعال نشوف كده مثال كده. انا عندي ذره كربون حولها اربع مجموعات مختلفه، وهنا ذره كربون حولها اربع مجموعات مختلفه، ولكن الترتيب يختلف. هنا دبليو اكس واي زد مع عقارب الساعه، هنا هنا دبليو مش اكس واي زد، اختلف الترتيب هنا. هذا المركب لا يمكن ان يتحول الى هذا المركب بدوران معين. تمام؟ فبسمي هذا النوع من المركبات متشكلات ضوئيه، ناتجه مين؟ ناتجه منين؟ عن ترتيبات واتجاهات مختلفه لذره الكربون نفسها. تمام؟ هذه المركبات اللي بسميها متشكلات ضوئيه لها الخصائص الفيزيائيه نفسها ولها الخصائص الكيميائيه نفسها، الا ان تفاعلاتها الكيميائيه تعتمد على الكيرياليه اللي هي زي ما وضحنا قبل كده الخاصيه الكيرياليه اللي هي وجود المركب صوره بالمراه للاخر. تمام؟ الدوران الضوئي، ايه الدوران الضوئي ده يا شباب؟ الدوران الضوئي ده بيقول لي عندما يمر ضوء مستقطب خلال محلول يحتوي على متشكل ضوئي فان مستوى الاستقطاب يدور الى اليمين مع عقارب الساعه عندما تنظر الى مصدر ضوء بتاثير متشكل دي، ويدور عكس عقارب الساعه الى اليسار بتاثير متشكل ال. ازاي الكلام ده؟ لازم طبعا علشان اشوف الدي والال ويدور مع عقارب الساعه وعكس عقارب الساعه لازم اشوفها عمليا، يعني اضع في حجره العينه هنا متشكل ال واضع في غرفه العينه هنا متشكل دي وامرر ضوء. هذا الضوء يمر من خلال مرشح استقطاب، يعني هذا ضوء احادي الاستقطاب. نفس الضوء اللي داخل على حجره العينه ال هو نفس الضوء اللي داخل على حجره العينه دي.
الاحظ بقى الضوء الناتج بعد مرور الضوء الاستقطاب احاد الاستقطاب على العينه دي والال، الاحظ الضوء يدور مع عقارب الساعه او عكس عقارب الساعه، وديت شكل عملي بحت. علشان احكم على دي وال لازم اشوفها عمليا. بكده نكون وصلنا معاكم لنهايه الدرس. نستطيع ان نضع الدرس في نقاط. في هذا الدرس استطعنا ان نميز بين الفئتين الرئيسيتين، المتشكلات البنائيه والمتشكلات الفراغيه، وعرفنا ازاي عدد المتشكلات بيزيد، المتشكلات البنائيه بيزيد كلما زاد عدد ذرات الكربون، ومتشكلات الفراغيه منها المتشكلات الهندسيه والمتشكلات الضوئيه والخاصيه الكيريليه. واستطعنا ان نفرق ايضا بين المتشكلات الهندسيه ذات البدائه سيس اللي هم في اتجاه واحد، والبدائه ترانس اللي هم في اتجاهين متقابلين. وصف الاختلاف البنائي في الجزيئات التي تنتج عن المتشكلات الضوئيه سواء كان دي او ال. لم يتبقى لنا ان نضع بين ايديكم سؤالين في اسئله التقويم، سؤال 26 سؤال 27، وسؤال عايز يفرق بين المتشكلات البنائيه والمتشكلات الهندسيه من حيث التعريف ومن حيث امثله، وسؤال ثاني عايز يرسم سيس وترانس لمركب 3 هيكسين، وده سهل جدا تستطيع ان ترسمه بكل سهوله ويسر. في النهايه يا شباب اتمنى للجميع النجاح والتفوق، اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.